دلوقتي نفسي اسمع نجوم الفيلم كده، ونبدا نبدا بالانسه ولا السيده ليليك. ده عندها اربع اولاد قد ما شاء الله. المكسوف نيلي نسمع اولا رايها في دورها في الفيلم، ونقول دورك ايه في الفيلم. دوري جديد بالنسبه لي انا. دور جديد. هي بنت رياضيه و بنت ايه؟ رياضيه. ايوه يعني وعنيفه جدا. وعنيفه جدا عكس ما يبدو. وعنيفه على عمرو. وخطيبه الشخص ده وبتضربه. خطيبه الشخص ده. الشخص ده عمرو. الشخص ده وكمان بتضربه. ايوه وبضربه جامد. هوقفكم بقى واشوف ايه الحكايه دي دلوقتي. تضربهم. والمصيبه الاكبر كلهم بيخافوا مني. اللي هو كلهم بيخافوا مني، كل المجموعه، حنان واحمد الفيشاوي وعمر. انا لا. انت لا. حسيتي ان في حاجه جديده بتقدميها في الدور ده؟ الشخصيه كلها جديده عليا. نعم. انا ما مثلتش كتير يعني، فهو بالتاكيد اي شخصيه تبقى جديده عليا، بس مختلفه عن المسلسل. في المسلسل انا البنت المطيعه اللي هي هاديه، انا مختلفه تماما يعني. انا اتفرجت. طب عادل عوض كمخرج بقى معاكم في الفيلم، يعني يفرق عن مخرجين اخرين اشتغلتي معاهم؟ انا حسيت ان انا احنا بنشتغل مع يعني اصحاب يعني، ما اعرفش، ما حسيتش ال 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 كل حاجه كده. مرعب ولا مخرج يخوفك ولا اي حاجه يزعق؟ ما بيحصلش. لا احنا كنا بنخاف من المنتج بس يعني. شفت المنتج عبد الجنايه؟ ابدا والله، انا كنت سعيد جدا بيهم وبالتجربه. ويمكن انا اللي عايز اقول في حق نيلي حاجات جميله، وفي حق حنان يمكن الرجاله بيستحملوا. أيوة. لكن هم كانوا اتنين الستات طبعا مش بنات، لان هم متجوزين ساعتها، دي صغيره ما يغركيش اللي انا قلته. والتانيه صغيره برضه على فكره. التانيه صغيره، بس التانيه كانت مخلفه تقريبا بقى لها 20 يوم. فكانوا بيتبادلوا الامومه مع بعض بالنسبه للطفل، دي تمثل وتعمل دور امه والعكس. لكن هم حبهم للمجموعه وللفيلم ادوا من وقتهم كتير، وكانوا حابين التجربه. وعلشان كده يمكن هم مستعجلين يتفرجوا على التجربه، كل واحد بيقوم الصبح يقول هو امتى بقى بالظبط كده.